ان شاء الله هنكمل اخر جزئيه في شابتر 1 اللي هو الاستيت ستي في برودكشن وداوت جنريشن. كنا اخر حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت كانت عباره عن كاركتر اكسبوزيشن مش كده؟ طيب كان في جزئيه بس بسيطه ما اتكلمناش عليها، حاجه اسمها ثيرمال كونتاكت ريزيستنس. خلاص دي بس الجزئيه اللي اتفضلنا في الايه؟ في الشابتر ده. بعد كده هنفتح ان شاء الله على شابتر جديد اللي هو الستيدي هيت برودكشن ويت هيت جنريشن. طيب ايه بس بقى الثيرمال كونتاكت ريزيستنس دي؟ اتكلمنا المرات السابقه على حاجه اسمها ايه؟ كومبوزيت بلين وول مش كده؟ او كومبوزيت وولز بصوره عامه، سواء كومبوزيت وولز دي عباره عن سيلندريكال وولز او سيلندريكال وول او بلين وولز. بمعنى كلمه كومبوزيت وول ايه؟ ان انا عندي زي وول متكونه من اكتر من ايه؟ من ماتيريال واحده. يعني ممكن يكون عندي 3 ماتيريالز او 2 ماتيريالز كونكت بقى ان سيريز او كونكت ان بارلل ايا كان الجيومتري، بس انا عندي كده زي مجموعه من الايه؟ من الرولز كونكتد توجذر مش كده؟ بشكل ما. فاحنا يعني ايه الشكل المعتاد بالنسبه لنا؟ ان احنا خدنا ايه؟ مجموعه من الرولز كونكتد ايه؟ ان سيريز اللي هم متوصلين على التوالي، زي مثلا اي وبي، فدول عباره عن ايه؟ تو رولز كونكتد ايه؟ ان سيريز. طيب لو انا مثلا عندي ايه؟ عندي خطه او سقف مثلا حطيت عليه طبقه عزل او خطه مثلا بتنها، وقبل ما بعد الخطه بعمل لها ايه؟ لو الخطه دي تبع الطوب بعمل لها ايه؟ بعمل لها محاره مش كده؟ بتمحر الخطه. بتمحر الخطه ازاي؟ اسمنت بقى ورمل وميه مش عارف الحاجات من دي. خلاص؟ فانت بتعمل محاره، وبعد المحاره بتعمل ايه؟ تحط معجون، وبعد المعجون بتدهن صح؟ يبقى انت عندك من اكتر ايه؟ اكتر من ماتيريال. طب لو حد بيبص مثلا على ايه؟ والحيطه وهي متمحره، هل السطح بتاعها اقلس؟ ما هو ازاي؟ هتلاقي كده السطح محبب مش كده؟ يعني ايه محبب؟ ان الرفرس بتاعته مالها؟ عالي. ليها رفرس مش بزيرو يعني، مفيش سطح ليه رفرس بكام؟ بزيرو. لو انت حسيت ان هو مش محبب ان هو اقلس برضه هيبقى فيه ايه؟ رفنس، ولكن موجوده بدرجه ايه؟ بدرجه بسيطه. فبالتالي تحط ماتيريال على ماتيريال ايه اللي بيحصل؟ غصب عنك السطح ايه؟ مش سموت بنسبه 100%، يعني السطح بتاعي مش ناعم قوي مش املس قوي، غصب عنه في ايه؟ في تعرضات بسيطه حتى لو انت مش شايفها بايه؟ بعينك، بس لو عملت ايه كده زوم عليها بميكروسكوب ولا حاجه هتقدر تشوف الكلام ده. طب فده يؤدي الى ايه؟ ان انت لو حطيت اي تو ماتيريالز مع بعض هيبقى فيهم منهم ايه؟ جابس، في فتحات او فراغات صغيره جدا. طبعا الفراغات دي هتبقى مربعه، انت مش حجمها كده طبعا، هيكون حجمها كام؟ مش عارف 0.1 مللي متر، يعني حاجه صغيره مش هتبقى باينه، بس هي فيها ايه؟ في جابس. وطبعا الجابس دي حجمها بيعتمد على ايه؟ على السيرفس فينش بتاع الحيطه او الرفرس بتاع الحيطه. طيب هو انا عندي هنا الهول ايه؟ وفي الهول بي، ولو انا عملت زوم كده هدخل هنا ابص على حاجه اسمها ايه؟ الاير ايه؟ الاير جابس. يبقى الاير جابس دي او فتحات الفتحات او الفراغات الصغيره اللي فيها هواء هتعمل ايه؟ هتعمل ايه الفراغات دي؟ هو الهواء ده عباره عن ايه؟ سبستنس او ماتيريال مش كده؟ فاي ماتيريال ليها ايه؟ ليها كونكتيفيتي مش كده؟ ليها كونكتيفيتي. طبعا ما اقدرش اقول ده كونفكشن مش كده؟ كونفكشن ده لازم يكون ايه؟ فلويد مش كده بقى محترم؟ يعني يكون في فلويد موشن. لو انا بتكلم على فتحات ايه؟ جنس صغيره اقل من مليمتر او اقل من مليمتر، وده ما يعتبرش كونفكشن. فالهواء هنا يعتبر ايه؟ كانه مقاومه للحراره، بسميها ايه بقى؟ كونتاكت ريزيستنس. نتيجه الاتصال ده يبقى في عندي هنا مقاومه. طب المقاومه دي هي إيه؟ حاجه صغيره قوي، اقدر اعملها ولا لا؟ لو الجاب دي ليها حجم باقي
مليم، حتى لو مليم متر او 2 مليم متر ليه بقى؟ الهواء ده الكونتاكتيف بتاعته عاليه ولا قليله؟ قليله صح؟ فلو الحاجه الكونتاكتيف بتاعتها قليله يبقى الريزيستنس بتاعتها عاليه ولا قليله؟ عاليه. لو محتاج تعمل ريزيستنس عاليه فتعمل مينيماليزيشن للهيت راس. فبالتالي ما ينفعش ايه في بعض الابلكيشنز ما ينفعش ايه تهمل الكونتاكت ريزيستنس. طبعا انا لو قلت لك كومبوزيت برين وول وما جبتلكش سيره عن الكونتاكت ريزيستنس ولا طلبت منك ان هي تحسبها فطبيعي ان انت تعمل ايه؟ نكلفت الكونتاكت ريزيستنس. بس طبعا ممكن ادي قيمتها فالحاله دي لازم ايه؟ تحطها معاك في الاعتبار. فعشان كده بقول ان في عندي هنا ايه جاب؟ ايه جاب بتعمل حاجه اسمها ثيرمال كونتاكت ريزيستنس. واصبح الجومتري بتاعي ده لو عرفت سن ثيرمال سيتنج اصبح عندي في كام مقاومه هنا؟ بدل ما اثنين يبقى لازم اكونسيدر مين بقى؟ الكونتاكت ريزيستنس معايا. يبقى بالتالي بدل ما كان عندي فور ريزيستنس يبقى عندي كام؟ ثلاثه. طيب هو انا كنت اكتب الاسس دي السيتنس بتاعها قد ايه؟ حاجه صغيره جدا فبالتالي تقدر تقول مفيش ايه؟ مفيش ثيكنس مش كده؟ يبقى انا عندي السيتنس بتاع مين؟ ايه؟ وفي كمان ايه؟ السيتنس بتاع مين؟ يبقى هي بالنسبه لي كثيكنس مالهاش قيمه بس كريزيستنس حصل دروب جامد فين بقى؟ في درجه الحراره نتيجه وجود الايه؟ وجود الكونتاكت ريزيستنس. واحد يقول لي هو انا عند نفس السكشن ده في درجه الحراره ولا يبقى حصل اللي حصل دروب في درجه الحراره جامد. طب حصل دروب في درجه الحراره ليه؟ لان انا عندي هيت ايه؟ عندي هيت فلو مش كده؟ يعني انا كده عندي هيت فلو. فالهيت فلو احنا عارفين بيساوي ايه او مين؟ تراس المسار ده على ايه؟ على ارث ثيرمال مش كده؟ ينفع يبقى عندي كيو وعندي ريزيستنس وفي الحته دي؟ هو ده عندك ايه؟ كيو وريزيستنس يبقى عندك ايه؟ تمبريشر ديفرنس انت عندك ايه؟ تراس مش كده؟ وعندك الايه جابس دي عامل ايه؟ عامله ثيرمال ريزيستنس وفيه ترانسفير اكروس الوول فلازم يحصل تمبريتشر ايه بقى؟ تمبريتشر ايه؟ دروب. يبقى كده في عندي تمبريتشر هنا دروب على مين؟ على مين؟ على الكونتاكت ريزيستنس. طب بالتالي على الكونتاكت ريزيستنس في كام درجة حرارة؟ اكروس الكونتاكت ريزيستنس في 2 خلاص؟ يبقى انا في عندي كده كام تمبريتشر دروب؟ 3 مش كده؟ في تمبريتشر دروب فين؟ كده الأولى على الوول ايه؟ وفي بعد كده اكروس ايه؟ الكونتاكت ريزيستنس بتاع نفس السكشن لان انا ما عنديش التكنيس وفي كمان تمبريتشر دروب فين؟ في الوول دي خلاص؟ طيب الكونتاكت ريزيستنس ده انا اعرف ان هو اديها لك بيونت بتاعت ايه؟ متر سكوير كيلو على الوقت؟ متر سكوير كيلو على الوقت بس احنا عارفين اي ريزيستنس اللي المفروض يشيلها كام؟ يعني انت لو خدت اي ريزيستنس هتقول مثلا واحد بتاع اتش في ايه؟ او ال على الكي في ايه المفروض كام؟ كيلو على الوقت كده؟ الرسول الثاني كام؟ متر سكوير كيلو على الوقت. فالمفروض دي مثلا هنا برضه ما فيهاش ايه؟ في سي. يبقى الكوتر في الجسم بتساوي كام؟ اللي هو برضه ما فيهاش في سي اللي هو جيفن على الاريا عشان تخلص من الاريا اللي هنا متر سكوير وتخلص منها تبقى ايه؟ كيلو على الوقت. طيب يبقى المفروض الكيو بتساوي ايه؟ مثلا لو انا بتكلم على كونتاكت ريزيستنس يبقى تي ايه هو كام؟ بس تي بي على الار كونتاكت مش كده؟ الار بي سي. طب الار بي سي بتساوي كام؟ اردر داش تي سي على ايه؟ يبقى المفروض هنا اردر داش تي سي على كام؟ على ايه؟ صح ان دي تبقى مرسومه على كام؟ على ايه؟ بس انا بحس نفسي ان ده في فلوكس فجاي لي بس من ايه؟ الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد على كام؟ على ايه؟ طيب يبقى كده تقدر تجيب كام بقى؟
شغل الاساس العالي في واحد ناقص دي ايه؟ على مقارنة ايه؟ مقارنة ايه طبعا اللي هو كام؟ ال ايه على كي ايه في الجاية؟ بس انا طبعا قاسم على ال ايه اللي انا حاسس في الفلكس او بتساوي تي بي ناقص سي 2 تي بي ناقص سي 2 على الار بي اللي هي ال بي على تي بي في الاريا بس انا قاسم على الاريا برضه اللي انا حاسس في الفلكس او هكروس الكونتاكت ريزيستنس تي ايه ناقص كام؟ تي بي على ار ما بقاش تي سي طبعا يعني في الارض ما بقاش تي سي على الاريا بس احنا قاسمين على الاريا لان احنا حاسبين في الفلكس اول شغل طبعا من ايه؟ من اول للاخر تي 1 ناقص كام؟ تي 2 على مجموع الريزيستنس اللي طلع خلاص؟ فهمنا قصه الكونتاكت ريزيستنس؟ طيب الكونتاكت ريزيستنس دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ يعني الجدران دي لو انا المفروض عاوز اقلل الحراره يبقى ايه؟ يبقى دي بتقلل الهيت ترانسفير خلاص؟ فبالتالي محتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ اقلل الكونتاكت ريزيستنس طب اقللها ازاي؟ يبقى بالتالي لو اقدر اعالج الرفنس برافو عليكم يبقى ده كويس يبقى انا ريديوس الايه؟ الرفنس بتاع اللي هو السيرفس المختلف طيب ما عنديش الرفاهيه دي ممكن املى الجنب من ايه؟ ايه الجنب دي بقى؟ ماتيريال حاجه زي السيلكون مثلا اي بقى اقدر اعمل لها انفكشن وايه؟ زي السيلكون او حاجه جوه طيب او وانا بعمل ايه بقى؟ انا لما باجي احط التو ماتيريالز على بعض اعمل لهم حاجه اسمها بريسنج في بريسنج ماشين مثلا او كده يبقى استخدم كونتاكت بريشر عالي يبقى عامل ايه؟ البريشر بتاع الضغط عندي خلاص يبقى ده برضه يحاول ايه؟ يعالج طبعا انا عامل الجبس دي بايه؟ بماده ثانيه مثلا زي السيركون فالسيركون الكونتكتيف بتاعته اعلى من ايه؟ من الهواء فبالتالي ده يحسن الهيت ترانسفير تمام؟ لان مشكله الهواء ان الكونتكتيف بتاعته مالها؟ قليل يبقى الالكتريكال سورس ده هيتحول لايه؟ يبقى هو اصلا مش هيت سورس
ده عباره عن ايه؟ حاجه عندنا بيتنا تتحول لايه؟ لهيت انرجي زي الالكتريكال سورس. ايه تاني؟ لو انا عندي في حاجه فيها كيميكال رياكشن او نيوكلير رياكشن، فبالتالي ممكن يبقى عندي مثلا الرياكشن بتاعي اكزوثيرميك. يعني ايه اكزوثيرميك؟ يعني درجه الحراره. مثلا عندي كومبشن بروسس مثلا، يبقى الكومبشن بروسس دي مثلا لو حصل عندي عمليه كومبشن، الكومبشن ده اتحول في الاخر لايه؟ لحراره، في حراره طالعه من السيستم. يبقى انا كده عندي سورس اوف انترنال هيت ايه؟ جنريشن. طبعا كل الاناليسيز بتاعنا اللي فات هيتغير. انت لو تفتكر اول ديريفيشن عملناه وصلنا لايه؟ مسكنا البلين وول، خدنا منه ايه؟ ديفرنشال اليمنت، عملنا انرجي بالانس، مش كده؟ وصلنا لحاجه اسمها ايه؟ هيت ايكويشن. الهيت ايكويشن دي عباره عن ديفرنشال ايكويشن، خلاص؟ لو انا حليتها اقدر اجيب توزيع درجات الحراره فين؟ في السيستم بتاعي. فلو تفتكروا مع بعض البلين وول لما اشتغلنا عليه وعملنا هيت ايكويشن كانت المعادله بالمنظر ده، بس بدل ما كانت دي كانت ايه؟ بارشل باي بارشل اكس، والناحيه الثانيه كان فيها رو سي بارشل تي باي بارشل ايه؟ تاو. كانت معادله تفاضليه بالدرجه الثانيه، درجه الحراره فانكشن في مين؟ في الاكس والايه؟ والتاو. طيب بس احنا شغلنا في شابتر 1 عباره عن ستيدي ومفيش هيت جنريشن، فالجزء بتاع الان ستيدي تيرم زيرو والهيت جنريشن كمان بكام؟ زيرو. دلوقتي الاناليسيس بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ ستيدي. يبقى ستيل الجزء بتاع الان ستيدي تيرم اللي هو بشر تي بشر تاو بكام؟ بزيرو. بس هنقصدها معانا بقى الايه؟ الهيت جنريشن. يبقى الفولومتريك هيت جنريشن اللي احنا سميناها كيو تريبل داش اللي هو الكيو جنريتد في الجسم في اليونت فوليوم مش هقدر اعتبرها بزيرو. طب الكيو جنريتد دي جايه منين؟ مثلا من الالكتريكال سورس، فممكن نقول الكيو جنريتد دي هي الباور بتاع الهيتر اللي هو اي سكوير في الايه؟ في الار. الاي سكوير في الار. فلو انا معايا الباور بتاع الهيتر يبقى ده الكيو جنريتد جوه الجسم جايه من الباور بتاع الهيتر لو مفيش اي لوسز بتاعتي. ولو عايز احسب بقى الكيو تريبل داش عباره عن ايه؟ ايه الكيو تريبل داش؟ عباره عن ايه؟ اللي هي المفروض ايه؟ الكيو جنريتد على الفوليوم، مش كده؟ فبالتالي لو انت عندك الباور بتاع الهيتر لو وصلته على الفوليوم بتاع الماتيريال يبقى تقدر تحسب الايه؟ الكيو جنريتد بير يونت فوليوم بير متر كيو. كانك عندك واير حسبت حجمه اقسم الكيو جنريتد منه على حجمه هجيب الكيو جنريتد منين؟ من متر كيو. 1 متر كيو. انا الشغل ده عن انهي جيومتري؟ خلاص نفس القصه اربع مكررات، بنشتغل على البلين وول بعد كده نشتغل على السلندريكال بعد كده نشتغل على السفيريكال، تمام؟ طب البلين وول انا هعتبر اول حاجه ان انا شغال ايه؟ في يونيفورم هيت جنريشن او في اسيد هيت جنريشن، بس ايه كونستنت؟ يعني ايه كونستنت؟ ثابت مع مين؟ مع الاكس. الهيت جنريشن ده الجنريتد هيت جنريشن ده ممكن يكون معادله في اكس، يعني الهيت جنريتد عند كل نقطه يحصل لها ايه؟ بيتغير. خلاص؟ طبعا كلمه يونيفورم معناها ايه؟ ان الكتر ده كونستنت عند اي مكان. لو حاجه كونستنت فانا بحسب الافرج يطلع برضه نفس الايه؟ نفس الفاليو. في ابلكيشن ممكن تكتب اللي هو تقريبا يونيفورم ابلكيشن لا حصل. نعم. هو ما حسب الابلكيشن، في ابلكيشن ما تقدرش ما تقدرش تكتب اللي هو يونيفورم. لو انا بقى ايه؟ لو انا عاوز اتحكم في حاجه زي كده ممكن اتحكم في الكومبشن بروسس زي ما انت بتقول. ان يكون توزيع الفلويد في كل مكان بمعدل ثابت، ان يكون عمليه الاجنيشن نفسها عمليه الاجنيشن دي بتاثر. انت الاجنيشن بتتم ازاي؟ بتتم في مكان معين في نقطه معينه ولا بتحاول تعمل اجنيشن عند كل النقط في نفس اللحظه؟ يعني ليها فاكتورز كتير.
في ابلكيشن مثلا زي الحاجات اللي بتنتج لغه البرو لويالتي مقبوله البرو لويالتي وهكذا. طيب لو انا حاولت طبعا انا عارف مين هو انا ينفر بقى وانا بينفر مين ده؟ طب هو رقم ثابت مش كده؟ انت بقى انا ينفر اللي هو ايه؟ قولوا لي فانكشن في ايه؟ فانكشن في اكس. يعني قال لي مثلا الفكتور ده بيساوي اي اكس زائد بي او اكس سكوير زائد بي يبقى كده ايه؟ هو فانكشن في اكس ما اقدرش اعتبره ايه؟ كورس. طيب فهذه هي الكوشن بتاعتك. طبعا خلي بالك انت بالنسبه لك هيفرق في ايه بقى كورس ولا مش كورس؟ لو هو مش كورس هتحطه ايه؟ فانكشن اوف اكس وتخلي بالك وانت بتعمل انتجريشن. لو هو رقم ثابت خلاص الدنيا بسيطه. تمام؟ طيب لو هو بالمنظر ده واعتبر ان الكي بتاعتي مالها؟ كورس هيطلع لي المنظر ده. هطلع اطلع كي بره الدفرنشيشن يبقى دي سكوير تي باي اكس سكوير بيساوي ماينس كي على كي. خلاص؟ طب السكند ديريفيتيف ده قيمته ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ الكيو تربي داش بوزيتيف فاليو والكي بوزيتيف فاليو يبقى السكند ديريفيتيف ده بقى ايه؟ نيجاتيف فاليو. يبقى معنى كده الشكل بتاعي يبقى عامل ازاي؟ كونفكس. يعني ايه كونفكس؟ يعني كده يبقى ليه ايه؟ ماكسيموم ولا مينيموم؟ ماكسيموم. خلاص؟ الشكل بتاعي ده. طيب هو انا رسمت ليه معادله للدرجه الثانيه؟ ليه ده وراه لك؟ لان انت لما تجيب ديفرنشيشن اول مره هيطلع لي ايه؟ لينير. لما انتجريشن اول مره يطلع لي ده مين اللينير؟ مش ديستريبيوشن ده مين؟ الديريفاتيف لينير. طب لما انتجريت ثاني مره هيبقى الاكس في مكان الاكس سكور على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2 يبقى دي معادله بالدرجه الثانيه معادله بارابوليك. خلاص؟ طيب يبقى انا وجود الترم ده غير لي دنيتي صح ولا لا؟ لو تفتكروا كده لما احنا كنا في الشابتر اللي فات وكان الاسمشن بتاعتي كلها متحققه بيبقى فيها الانترنشن بتاعتي مش موجود كان بزيرو كان معادله في الاخر كان شكلها عامل ازاي؟ كانت معادله لينير لان كان الديرافيتيف بكام؟ بزيرو. فلما كان الديرافيتيف بزيرو كانت المعادله لينير. وجود الديرافيتيف ده ليه فاليو طلعت الايه؟ التنشن ديستريبيوشن ماله؟ مش لينير بارابوليك. بارابوليك وايه؟ كونفكس. يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى يحصل درجه حراره بزيرو كده. طبعا ده السورس بتاع ايه؟ الانترنال هيت جنريشن مش كده؟ ده السورس بتاع الانترنال هيت جنريشن. فانا لو انا حاطط هنا في مايه خلاص؟ وحوالين الواير في فلويد ايه اللي يحصل؟ الواير يسخن مش كده؟ ده السورس في الانترنال هيت جنريشن بيكون جوه الواير. خلاص؟ فالواير لما يسخن هيؤدي الى وجود درجه حراره عظمى في الايه؟ في الواير. وبعد كده الحراره ديسيبيتد ايه؟ تو ذا رايت وديسيبيتد تو ذا ليفت. وليه ديسيبيتد تو ذا رايت وتو ذا ليفت؟ بسبب وجود كولينج ايه؟ فلويد على اليمين وعلى الشمال. خلاص؟ والسورس اوف هيت جنريشن موجود جوه. فما درجه الحراره الماكسيمم جوه الايه؟ جوه الماتيريال بتاعتي يبقى لازم يكون في هنا ايه؟ ماكسيمم تمبريتشر. وبالتالي الجريدينت ده الانحدار ده اليمين والشمال هو يؤدي الى ايه بقى؟ في فلو مش كده؟ من هنا لهنا في جريدين في تغير يبقى في حراره يمين. الجريدينت بيوريني ايه؟ اتجاه الايه؟ الهيت ترانسفير. فانا في جريدينت كده في تغير كده في دروب كده يبقى دي كبير ده الصغير وفي فلو للامتداد. نفس الحكايه اكيد لو قسمت الايه؟ الجيومتري ده جزئين خدت كده بارتيشن خلاص يفصل يبقى انا عندي في هيت فلو يمين وهيت فلو شمال. تمام؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ في حد عنده اي اسئله؟ طيب انا عارف حاجه وصلت لها ايه؟
تبقى رشه السوليوشن صح؟ نفسي بقى ايه اجيب المعادله دي عشان اقدر اعوض باي ايه؟ باي بوزيشن اعرف الاكس بتاعتي. سوري اعوض باي بوزيشن اعرف الحراره بتاعتي عامله ازاي؟ ممكن يكون الهدف بتاعي ان انا اوصل لمين؟ هي اكبر درجه الحراره دي بكام؟ صح؟ عشان اشوف الايه الجسم هيستحملها ولا لا؟ ممكن اقارنها بالميلتنج بوينت مثلا. فانا نفسي اعرف دي مكسب دي بكام؟ مثلا. او اعرف درجه الحراره عامله اي مكان. طبعا انا في مكانين عارف فيهم درجات الحراره اللي هو مين؟ عند اكس زيرو وعند اكس كام؟ ايه؟ طب في النص؟ مش عارف دي صعبه. طيب عشان اجيب عشان اعرف محتاج اجيب ايه؟ الثوابت؟ الثوابت هتبقى عن طريق زي الشابتر الاولاني خالص. الباوند كونديشن بتاعت عند اكس زيرو وتي كام؟ وتي واحد. لو عرفت في المعادله يبقى الستين كام؟ وتي واحد. عند اكس ال تي بيساوي كام؟ ايه؟ حط هنا اكس ال دي مساوي 2 انا هجيب سي 2 او سي 1 بقى اسف يبقى انا جبت سي 2 وجبت كام؟ سي 1 شغل رياضي عادي مفيش اي حاجه معقول مباشر. طيب خلصت؟ خلصت خلصت بالنسبه لمين؟ التمبريشر ديستريبيوشن يبقى تعوض بالاكس اللي تعجبك تجيب درجه الحراره اللي تعجبك. عند ملي 2 ملي 10 سم براحتك بس لازم يكون ايه وزن الايه؟ لازم تكون الاكس بتاعتك اقل من كام؟ من ال. طيب هو انا قلت لك لما هيحصل انتسيبيشن هنا هيحصل انتسيبيشن تو ذا رايت اسميه كام؟ كيو 2 وهي انتسيبيشن تو ذا ليفت اسميه كيو 1. نفسي احسبه نفسي ايه؟ نفسي احسبه. انا هحسبهم لك بطريقه معينه خلاص؟ بس مش دي اللي هنستخدمها في المسائل او في الاناليز بتاعنا. انا هحسبهم ايه؟ هحسبهم لك ازاي؟ بالاصل اصلا في واحد رايح لمين؟ رايح للماتيريال الثاني صح؟ او رايح للفلويد الثاني. فممكن يحسب في واحد عن طريق ايه؟ علاقات كونفكشن والايه؟ الكونفكشن بتاعه. وكيو 2 نفس الكلام ممكن مثلا يكون ده رايح للفلويد خلاص؟ رايح لايه؟ لفلويد. فاحسب كيو 2 عن طريق الكونفكشن مثلا والريزستنس والكلام ده كله. انا هحسبها لك بطريقه ثانيه. هحسبها لك بايه؟ بطريقه ثانيه بس مش هنستخدمها في حل المسائل. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ فاكرين فلو الرو؟ الكيو بيساوي ايه؟ ماينس كيو في الايه في الكيو باي اكس. طب هي كيو واحد دي عند اكس خارج من انهي سطح؟ مش الحراره اللي خدتها من الكونفكشن؟ السطح ده خارج عند انهي عند انهي اكس؟ عند اكس زيرو. يبقى اقدر اقول كيو واحد بيساوي ماينس كيو في الايه في الكيو باي اكس عند اكس زيرو. صح؟ سهله؟ مش انا معايا كيو باي اكس ولا لا؟ بكام؟ حط اكس زيرو يبقى دي كيو باي اكس بكام؟ بسي 1 اهو. ودي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ما تبصش للمعادله لان سي 1 ده ما اعرفش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف بس انا عارف بشارتها ايه؟ يبقى عليها. خلي بالك احنا لما كنا بنشتغل في ريزيستنس مفيش حاجه اسمها بوزيتيف ونيجاتيف كنا بنشتغل كده بس صغير بس فريد الإشارة دي بتفرق. أنا قلت لك يعني مش الحل أي نعم الكلام ده بس أنا عاوز يعني الخطوتين دول أنت مش هتستخدمهم في الحل أصلا. بس أنا عاوز أوصلك لإيه؟ لنتيجة. تمام؟ يبقى كي 1 تبقى بيساوي إيه؟ ماينس كي إيه سي 1 في اتجاه الإيه؟ الليفت هاند سايد يبقى ليفت. طب كيو 2 نفس الإيه؟ نفس الكونسيبت. هعمل إيه بقى؟ كيو 2 دي خارجة من الإنبساط. عند إكس كام؟ ال يبقى بتساوي كام؟ ماينس كي ايه كي باي اكس عند اكس ال يبقى تعوض هنا بكام؟ اكس ال يبقى ماينس كي ما بتبقاش ال على كي صح؟ ال على كي مضروبه في ده يطلع ده. ما تنساش كمان بقى ناقص ايه؟ سي 1
خلاص C1 هتبقى مضروبه بكام؟ ماينس K نطلع ماينس K C1. يعني انا عرضت في الديريفيتيف بكام؟ بإكس بنت. طيب انا اصلا هوصل لنتيجه انتوا بتضحكوا عليها بتقول لي طب ليه الغلبه دي ما احنا عارفينها اصلا، ما هي دي حقيقه، بس احنا كل حاجه من ايه؟ بتبين ان الدنيا كلها متربطه ببعض. طبعا انا وصلت بقى كنت بتقول لي انا كلهم كنتوا بتقولوا من اول ايه؟ من اول لحظه. طيب هو الحراره الحراره اللي اتولدت اللي خرجت من الجسم قد ايه؟ يعني ده الجسم بتاعي. كل الحراره اللي خرجت منه قد ايه بقى؟ يوم واحد ولا فيه اثنين؟ اللي خرجت يوم واحد ولا فيه اثنين؟ الاثنين. يبقى كل الكيو ليفنج عباره عن كام؟ كيو واحد وكيو اثنين صح؟ بس احنا عمالين نجمع صح؟ في حاجه شريتها بوزيتيف وحاجه شريتها نيجاتيف، يبقى لازم ناخد الايه؟ السوبر. انا عاوز اعرف كل الكيو كام؟ ما تقوليش اشاره، الاشاره دي عشان اعرف الدايركشن، انا عاوز اعرف الفاليو دلوقتي. يعني لو مثلا خارج 50 نقط وهنا خارج 10، يبقى في الاخر خارج كام؟ 60 50 و10. فده اللي انا عارف اعمله، انا عارف ان كيو واحد ايه؟ نيجاتيف، هاخد السي فاير بتاعته. وكيو اثنين يا بص ولا نيجاتيف؟ كيو اثنين خلاص سيبها زي ما هي بقى، ده بص سيبها زي ما هي. يبقى لو عملت كيو واحد وكيو اثنين هيطلع كام؟ بيطلع كام؟ انت ما بتبقاش ايه ال؟ ايه هو الايه في ال؟ الفوليوم. يبقى معنى كده ايه؟ الكيو توتال اللي هي الكيو توتال اللي هي ايه بقى؟ اللي دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ صح ولا لا؟ ما كل اللي هيتولد هيخرج صح؟ انا جنريت الايه؟ انرجي صح؟ تروح فين؟ هتتخزن؟ اه ممكن تتخزن لو انا اون ستيدي، بس انا مش ايه؟ مش اون ستيدي، انا ستيدي. يبقى كل اللي هيتولد يحصل له ايه؟ يخرج بره. يبقى كل اللي اتولد يخرج بره. كل اللي اتولد يخرج بره. يبقى الكيو جنريت بتساوي ايه؟ مثلا كيو تريفيتاشن فوليوم، وهي بتساوي بقى مجموع كام؟ كيو واحد وكام؟ وكيو اتنين. يبقى كل اللي خرج هو نفسه اللي ايه؟ اللي اتولد. اتفضل. دايما في مكسب اكبر من كيو واحد. ها؟ دايما في مكسب اكبر من كيو واحد. اه الا اذا بقى ده مش يعني حاجه بقى بدل ما ايه تفرمك اند تفرمك يعني احيانا بتسحب حراره بدل ما بتشدريت حراره يعني ماده انت بتمتص حراره في الابلكيشنز بتاعتنا مش هنتعرض لحاجه زي كده بس في حاجات زي كده يعني كده الكيو 1 والكيو 2 دول جايين من الجنريتور نعم الكيو 1 و2 دول جايين من الكيو جنريتور اه بالظبط فين الكيو بقى اللي جاي من فرق الحراره هو ده ما هو شباب زي ما انتوا بتقولوا ايه هو كيو واحد وكيو اتنين دي جاي منين؟ من هيت جنريشن صح؟ هو ازاي؟ هو فين اللي جاي من فرق درجه الحراره؟ ما هو الهيت جنريشن عمل تمبريشر جريدينت والتمبريشر جريدينت عمل ايه؟ هيت فلو اهو لما حصل هيت جنريشن حصل في جريدينت هو في تغير صح؟ فالتغير ده عمل هيت فلو يبقى ده فرق درجه الحراره ولو انا هرسم بقى لازم ارسم بقى وضع الفلويد هيبقى في هنا فلويد درجه حرارته اقل وهنا في فلويد درجه حرارته اقل زي ما انا عامل هنا يبقى ده فرق ولا لا؟ يبقى لازم تكون ريشن جريدي طيب طبعا بقى عشان خلي بالك احنا حسبنا الكيو جنريشن ازاي؟ ها؟ حسبنا الكيو جنريشن ازاي؟ حد يجاوبني؟ الكيو جنريشن حسبناها ازاي؟ ركز في النقطة دي عشان النقطة دي يعني مهمة جدا. حسبنا الكيو جنريشن ازاي؟ تقدر تحسبها ازاي؟ بتلات طرق وفي طريقة رابعة اوعى تعملها. في طريقة رابعة ايه؟ اوعى تعملها، خلي بالك كلكم في ناس كتير بتعملها لو مش فاهم ايه بقى الثلاث طرق؟ ولو قلت من الاول كده ايه؟ الكيو جنريشن دي ممكن هتديك كلمه صح؟ تعمل ايه؟
ينزل عند الطريق مش كده؟ أو هو أنا دلوقتي ممكن أرسم فيه واحد وفيه اتنين ولا لا؟ هتحسبهم ازاي بقى؟ لما نشوف المسألة الحرارة دي أنا رايح على الفلويد مثلا فيه واحد في إيه؟ تحت الفلويد صح؟ يبقى إيه؟ اتش إيه دلتا تي مش كده؟ أو فرق درجة الحرارة على المقاومة أو كيو تي نفس الكلام يبقى ممكن تحسب فيه واحد وفيه اتنين جمعهم يبقى أنت حسبت إيه؟ او طريقة تالتة اقول لك الاصل بتاعي ده عبارة عن الالكتريكال ايه؟ سورس خلاص؟ يبقى ايه؟ عن طريق الاي في الدي اي سبوت ايه بقى اللي هو اقرب منها؟ واحد يجي زي يقول لك ايه؟ انا هقول كيو بتساوي في واحد ناقص في اثنين على ريزيستنس اي ماتيريال فيها انجنريشن اوعى تقرب من الريزيستنس عكيت المسألة من اولها لان انا قلت لك ايه لما احنا عملنا كده انالوجي مع الايه؟ عملنا انالوجي المره اللي فاتت مع الكرنت فلو والهيت فلو قلنا هنقدر نقول ان الكيو بيساوي دلتا تي على الار صح؟ اندر ايه بقى؟ اسامبشنز معينه منهم ايه الاسامبشنز بتاعتي؟ مفيش جنريشن يبقى انت ما ينفعش جوه هنا جوه الماتيريال دي لو انت فيها هيت جنريشن اوعى تطبق ريزيستنس اوعى ايه؟ تطبق ريزيستنس طب بره لو انا عندي هنا في ماتيريالز ثانيه ما فيهاش جنريشن عيش مع نفسك يعني انت حوالين الحيطه اللي فيها جنريشن اعمل اللي انت عاوزه اشتغل بريزيستنس عالي بس هنا ما ينفعش اشتغل بريزيستنس حتى لما انا قلت لك اجيب كيو جنريشن اجيبها ازاي؟ ما قلتلكش بريزيستنس انا قلت لك ايه؟ قلت لك عن طريق تاخد الكيو تربتاش تضربها في مين؟ في البول او عن طريق تسمين كيو 2 وكيو 1 متجمعهم مع بعض تمام؟ على سبيل المثال ممكن احسب كيو 2 ازاي وكيو 1 ممكن كيو ممكن يكون السطح 2 ده متعرض لمين؟ لفلويد صح؟ يبقى كيو 2 دي بتساوي ايه؟ يبقى كيو 2 دي رايحه لمين؟ فاكر انا قلت لك كيو 2 دي احسبها ازاي؟ احسبها عن طريق مين؟ فري رو بس انا قلت لك ده انا هنا مش هتعمل الكلام ده في المسائل هديك حاجه اسهل هبقى بدل ما تسال فري لو انت عارف ان كيو 2 دي رايحه لمين؟ الفلويد صح؟ فتعمل ايه؟ يبقى كيو 2 دي بتساوي ايه بقى؟ تي 2 ناقص تي 2 على مقاومة الكونفكشن او هي دي نفس المعنى اهي اتش 2 في الاريا تي 2 ناقص تي 2 ما هي دي مقاومة الكونفكشن اللي هي بقى هتعمل تي 2 ناقص تي 2 على واحدة على اتش في الاريا هي هي وكيو 1 بدل ما احسبها بفريق ممكن احسبها عن طريق ايه؟ الكونفكشن عادي لا اللي هو يبقى اتش كام؟ اتش 1 في الاريا في تي 1 ناقص تي انفينيت 1 خلاص؟ واضحه ولا مش واضحه؟ طب افرض كان عندي هنا في ان مول تاني ما فيهوش جنريشن تعالى بس يعني تقدر تستخدم ميزانيه اسمها عادي خالص هذا ما فيش ايه؟ ما فيش جنريشن تمام؟ طيب لو انا خلي بالك انا بدرس انا بدرس لك ايه بقى دلوقتي؟ بدرس لك ايه؟ يعني حاجه جنرال يعني ايه جنرال؟ ان دي واحده كام؟ دي اتنين هسهل لك الدنيا بقى لما اخلي لك الدنيا سيمتريكال هنشوف ايه اللي هيحصل بس قبل ما اوصل للنقطه دي انا عاوز اعرف الماكسيم تمبريشر دي فين؟ خلاص؟ انا عامل هنا دي واحده كام؟ دي اتنين فدي ماكسيم تبقى في النص؟ لا لانها مش سيمتريكال صح؟ لو هي سيمتريكا يبقى الماكسيم تمبريشر فين؟ النص النص طب هي مش سيمتريكا يبقى الماكسيم تمبريشر فين؟ على مسافه كام؟ اكس ستار في كام اكس ستار؟ عاوز اعرفها عاوز ايه؟ اعرفها طب اعرفها ازاي؟ هو هنا السلوب كام؟ في زيرو صح؟ طيب يبقى هنا لو جبت السلوب وزودته في زيرو اكيد اكس ستار مش الاكس ستار ده عند الماكسيمم فاليو تمبريشر فبالتالي عند الماكسيمم فاليو السلوب زيرو طب ما ساعدتك معاك السلوب ما تجيب السلوب تساوي زيرو تساوي ده بزيرو يبقى عند السلوب زيرو الاكس بيساوي الاكس ستور خلاص عند السلوب زيرو الاكس بيساوي ايه الاكس ستور طيب ممكن بس في وقت طيب عند الستور زيرو الاكس بيساوي اكس ستار يبقى الاكس ستار بيساوي كام؟ كي سي 1 على كي تربتاش تعرف تجيب تي ماكس ولا لا؟
انت معاك مهندس دي ولا مش معاك؟ معايا. احنا جايبينها كمان على طول صح؟ في الحاله بقى لو قلت مكسب بيساوي ايه؟ نفس المعدل بس حط الاكس بكام؟ ستار. الاكس ستار. يبقى لو عايز تبقى دي مكسب يبقى دي مكسب بتساوي كام؟ ماينس كيو تبقى كاش اكس سكوير على 2 كي صح؟ زائد سي 1 اكس ستار زائد سي 2 هي نفس المعدل بس هحط اللوكيشن بتاع المكسب دلوقتي ماشي؟ بالظبط ايه يا دكتور؟ اه بالظبط ايه يا دكتور؟ اكس ستار في الاريا
كده؟ الاكس ستار في الاريا ده الحجم، بس الحجم بتاع مين؟ الحته دي بس. وده بيساوي كام؟ كيو واحد. طب كيو اتنين هنساوي ايه بقى؟ كيو تري بتاعش كام بقى؟ ظريفه بقى ليه دي؟ دي ليه ظريفه؟ اكس ستار تيجي اسهل من دي، صح ولا لا؟ يبقى انت تعرف تجيب اكس ستار بكام طريقه؟ بطريقتين، الطريقه دي صح؟ والطريقه دي. ومش هنكتب الاثنين، ممكن تحتاج ايه؟ واحده منهم بس، يعني انت على طول من الاولانيه تجيب اكس ستار. اسهل ولا مش اسهل؟ وبتعمل دبل تشيك. أقنعت إن ده صح كمان تاني مرة؟ لا؟ ماشي. هو يعني إيه هنا؟ الستوب زيرو. عند المكان ده. يعني النيل زيرو صح؟ هو النيل بيبقى زيرو، كأن الكيوب كام؟ كأن الكيوب كام؟ لو الستوب زيرو يبقى الكيوب كام؟ بزيرو، يعني عند السكشن ده كأن الشكل فيه إيه؟ مالها؟ معزوله. يبقى فعلا كاني فصلت الايه؟ فصلت الايه؟ البرين وورد جزئين، إيه؟ الجزء اللي على اليمين لوحده والجزء اللي على الشمال لوحده. يعني كان المساله عندي كام برين وورد؟ كانها اثنين، يبقى كلامي صح ان اللي اتولد هنا في الجزء ده بس بيساوي 2 واللي اتولد هنا بيساوي كام؟ 1. كانك قسمتها لايه؟ لجزئين منفصلين. عشان كده كانك قطعتهم بالسكينه. واشمعنى عند الحته دي؟ عشان عند الحته دي السلوب زيرو. كأن الايه؟ كأنها قديمة. خلاص؟ واضحة؟ طيب. هاخد بقى سبيشال كيس بسيطة، ايه السبيشال كيس؟ طب أنت عملت تزعجنا ليه؟ طب ما تديني حاجة بقى سيمتريكال. حاجة ايه؟ سيمتريكال. طب لو سيمتريكال أعمل ايه؟ اعمل ايه بقى بس بنت بزيرو، مش كده؟ لا، عند اكس بال.
يا راجل انا خلاص بتعامل معاك دلوقتي انسى ده. تمام انا هاخدها كده الشغله كده. يعني انا ما اقدرش احنا بناخد الاكسس فين هنا؟ لو انا عندي سيمتريكال هير مود باخدها فين؟ باخدها عند السنتر. انا غلطان معلش. المفروض اخدها فين؟ باخدها عند السنتر ادام هي ايه؟ سيمتري. يبقى عند اكس كام؟ بزيرو. طيب عند اكس زيرو الاسكوب كام؟ بزيرو. وعند اكس ال دي بتساوي كام؟ دي كام؟ دي اس. طيب لو انا عند اكس بزيرو السلوب بزيرو يبقى السي واحد بكام؟ طب بص لي انت بتبص لي شعر بص لي عند اكس بزيرو السلوب بزيرو يبقى السي واحد بكام؟ بزيرو. خلاص؟ وبالرد بعد كام؟ سي واحد بزيرو. طب سي واحد لما يبقى بزيرو انا عاوز امسك اثنين عند اكس ال خلاص زيرو. عند اكس ال دي بتساوي كام؟ دي اس. يبقى 60 بتساوي كام؟ دي اس بلس كام؟ قلت له داش ال سكوير على 2 كي. وبعد اقول له دي بتساوي ايه بقى؟ تيم زاوية كلام هو ينفع الفلوت اللي هي جميلة مختلفة عن اللي هي طبعا عادي مش كده كيو 1 اللي هتطلع من هنا ما انا دلوقتي بشتغل سيمتري. لو الفلوت اللي هنا غير الفلوت اللي هنا يبقى الكيس اللي انا لسه هعملها من شوية انا قصدي سيمتري انا قصدي نفس درجة الحرارة نفس درجة الحرارة بس الفلوت اللي هنا متغير. لا هو لو في هنا درجات حرارة مختلفة يبقى درجات حرارة مختلفة. لازم. وممكن أعرف درجة حرارة، ممكن يكون درجة حرارة هي هي، والفلويد هو درجة حرارة مختلفة. أنت لو حاطط مثلا عزل هنا غير العزل اللي هنا. يعني معنى إيه معنى سيمتريكال؟ سيمتريكال يعني الظروف من اليمين زي الشمال في كل شيء. لو حاطط انسوليشن يمين يبقى زي الشمال. لو في فلويد يمين يبقى زي الشمال. يعني ايه فلويد اليمين زي الشمال؟ من ناحيه درجه الحراره والاتش مش من حاجه واحده. يبقى انا ممكن اكون حاطط ميه هنا وهواء هنا يبقى الاتش هتختلف. طيب يبقى انا هنا بقى اجيب لو انا عاوز اجيب تي ماكس بجيبها ازاي بقى؟ فين تي ماكس؟ ماما مش محتاج بقى اجيب اكس ستار ولا الكلام ده بقى. بص دي هي ماكس فين؟ النص اكس بكام؟ زيرو. زيرو بقى تي ماكس مساوي ايه؟ طب سؤال هو انا دلوقتي افرض انا مش عارف تي اس اجيبها ازاي؟ الكونديشن اللي بره افرض انا مش عارف تي اس. خلي بالك معادله الانرجي بالانس اللي احنا قلناها دي اوعى تنساها. ايه هي معادله الانرجي بالانس؟ اللي اتولد خرب، اللي اتولد ايه؟ خرب. فاللي جنريت جوه الحيطه هيخرج. طب هو ايه جنريت جوه الحيطه؟ مش عارف ايه هو جنريت جوه الحيطه؟ هو الكيو ليفل صح؟ طب ايه هو الكيو جنريت؟ هي مساله تانيه. فين الكيو جنريت؟ الجنريتد بكام جنريتد؟ انت ما تبقاش في الايه؟ في الفوليوم اللي هو الفوليوم؟ الايه في الايه؟ في الايه؟ طب ايه هو كيو ليدنج بقى؟ ايه اللي خارج ده خارج فين؟ يمين وشمال؟ لا يمين فين بقى يمين؟ للفلويد يبقى بيساوي كام؟ اعرف اجيب تي اس ولا لا؟ يبقى تي اس بيساوي كام؟ يبقى انت هتعمل ايه انت؟ لو ما ادتكش تي ايه؟ تي ايه؟ اس صح؟ بس ادتك تي فلويد فانت عارف اللي جنريت جوه الجسم خرج بالايه؟ خرج بمين؟
بالكونفكشن، فانت سواء كيو جنريتد كيو كونفكشن زي ما عملت في الاكزام الاولاني بالظبط. بس بالنظام الاولاني كان سيمتري، كان كنت بقول كيو جنريتد ايه هي كيو 1 بلس ايه كيو 2. هنا اقول بس كيو جنريتد زي كيو مثلا 2 خلاص واضحه كده. احنا خلصنا مين كان مين البرينول، والبرينول البرينول هو اصعب واحد. ليه؟ لان البرينول فيه ايه حته الانسيمتريكال باوند كونديشن، انت ما تطورش من الدنيا في السيمتريكال ايه؟ ظريف في الانسيمتريكال مش صعبه بس طولت شويه مش كده؟ بس ايه سهل المساله سبعه في الشيت دي على الانسيمتريكال يعتبر اتقل مساله عامه خلاص؟ فممكن برضه تبقى جرى فعلا ما تروحش لا عادي المعلومات اللي خدناها النهارده. طيب ناخد بس ايه اللي هو السيمتريكال مش هغلط فيه يعني ناخد بس كده تلاقي حته صغيره. وهو اصلا دي كام شهر معانا وقت السلندر ده هو اقل من 10 دقايق. بس ناخد بس السوليد سلندر يبقى احنا كده عملنا نوعين مع البريكون بنوعين اللي هو ايه؟ السيمتريكال والانسيمتريكال. انا كده بقى ممكن يكون عندي ايه؟ هول سلندر، فانا بتعامل مع الكيس بتاعتي ايه؟ دلوقتي السوليد سلندر. طبعا ايه؟ اللي هو التمبريشر ديستريبيوشن اللي احنا بنوصله ده ما ينفعش حد يقول لي احفظه، ليه ما احفظه؟ ما ينفعش احفظه. كل مساله فيها ايه؟ ممكن يظهر لي باوند كونديشن مختلفه. لو انا بتعامل مع السلندر ممكن تبقى سوليد سلندر صح؟ ممكن تبقى هولو سلندر. ولو ايه هولو سلندر؟ يبقى في فلويد جوه فلويد بره. ممكن ايه بدل ما يبقى فلويد جوه وفلويد بره اعزلها لك من جوه واعزلها لك ايه؟ او اعزلها لك من بره. كله هيفرق معاك في ايه؟ في باوند كونديشن صح؟ البلين هو ممكن يكون سيمتريك ولا ممكن يكون ان سيمتريك. يعني انا كل مساله ايه؟ بتبتدي بنفس البدايه بس الباوند كونديشن مالهم بيتغيروا. وكل الكيس اللي ممكن تقابلها في حياتك هتلاقيها في الشيت ما تقلقش. فانت تمرن على الشيت كويس الشيت بتاع اليوزر مش شيت قوي يعني هتلاقي فيه ايه معظم الافكار او كل الافكار ان شاء الله. خلاص؟ يعني في حاجات كمان بتبقى صعبه شويه. طيب دلوقتي احنا عاملين ايه بقى اللي هو السنتر خالص اللي هي السور سلندر. انا عاوز اجيب التمبريشر ديستريبيوشن. التمبريشر ديستريبيوشن بتيجي منين؟ بتيجي منين؟ لا انا فاهم انا قصدي بجيبها دي كم يعني اقدر اوصل للتمبريشر ديستريبيوشن ازاي كمعرض ماثيماتيكال يعني. هو احنا جبنا التمبريشر ديستريبيوشن في البرين اول ازاي؟ ابتدينا بايه؟ هيت ايكويشن. بنيت ايكويشن صح؟ برافو عليك. يبقى بالظبط كده ارجع لي الهيت ايكويشن بتاعت السلندر. انا عارف كم ايكويشن؟ ثلاثة واحدة للبرين اول يا شباب. الهيت ايكويشن هي السكند اوردر ايه؟ السكند اوردر ايه؟ ديفرنشال ايكويشن. طب على ايه؟ طيب يبقى في واحده للبلين هول مليت بتاعت السلندر بقى. واحد على واحد برافو عليك واحد على واحد. دي باي ايه؟ باي دي ار كي ار كده؟ دي باي دي ار بسبب زائد كام؟ كتر الفاتح بيساوي زيرو صح؟ ونعتبر كي مالها؟ والكتر بتاعش تورس برضه يبقى الكيو كيو اللي بتداس تورس بيطلع لي ايه بقى؟ ار في دي دي باي دي ار بيساوي ماينس كيو اللي بتداس في ار على كيو. تمام في ار على كام؟ كيو. طيب انا عارف ايه اوصل للكيو زي 10 في ار يبقى اللي فات كام مره؟ احنا بعيد اللي خدناه الاسابيع اللي فاتت بس بدل ما هنا كان زيرو كان ايه؟ هنا في ايه بقى؟ هنا في فاليو فعلا انتجريت الطرفين صح؟ يبقى لما اعمل انتجريشن ده يبقى ايه؟ الانتجريشن هيتغير والدنيا بتبقى كام بقى؟ ار دي باي ار بيساوي كام؟ زائد ايه بقى؟ سي 1 مش كده؟
اقسم الروح 5 بنفسك 5 على كام؟ على ار؟ Thank you.
ترى عن جد تجيب كي ماكسيمم ولا لا؟ بكام كي ماكسيمم؟ كي ماكسيمم في مكانها؟ 34. بص على الرسمة. في السنتر يعني على الضرب كام؟ يبقى كي ماكسيمم بيساوي كام؟ خلاص؟ الكلام ده صعب. معادلة ايه؟ المعادلة النهائية. لا ليه بقى انا قلت ايه؟ شباب زميلكم بيسأل هو ليه بتعمل المعادلة النهائية؟ ما هي عشان كل مسألة ليها باوندر ديفيشن مختلف. هتقول لي طب انا ايه في المعادلة عارفها يعني؟ معلش ابتدي ابدع لي درجات برضه. بس مش عارفها غير بس عشان تأكد انت مش مظبوط. بس خلي بالك انا ممكن اجيب ممكن اعرف حاجة صغيرة. ممكن هو نفس الجوينت وسوري سلندر وكل حاجة. بس هدي لك كي مثلا ايه؟ فاليو او كيوتري بنتيز فاليو فانكشن فور ارقام المعادله هتتغير. هتحط على الاير هنا ما هي ايه بس المعادله؟ ما دي اسهل. هتحط ايه؟ عند ار زيرو طيب شباب شباب هل تفتح لنا مشكله في احد الاسعار؟